جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أيضا يسأل ويقول: عندما يجمع المسافر الصلاتين جمع تأخير، فبأيهما يبدأ عند أدائها؟ وجهونا إلى هذا الأمر جزاكم الله خيرا. نعم. عندما يجمع المسافر الصلاتين جمع تأخير، فبأيهما يبدأ عند أدائها جزاكم الله خيرا؟ إذا جمع المسافر جمع تأخير يبدأ بالصلاة الأولى، مثلا إذا جمع الظهر والعصر في وقت العصر يبدأ بالظهر ثم يصلي بعدها العصر، وإذا جمع بين المغرب والعشاء في وقت العشاء فإنه يبدأ بالمغرب أولا ثم يصلي بعدها العشاء، لأن الترتيب بين الفرائض واجب. نعم. جزاكم الله خيرا. إذا لحق المسافر ركعتين مع إمام مقيم، هل يسلم مع الإمام أم يتم الأربع ركعات؟ إذا دخل المسافر مع المقيم فإنه يجب عليه إتمام الصلاة، لأن حكمه حكم الإمام في هذه الحالة، فيجب عليه إتمام الصلاة ولو لم يدرك من الصلاة إلا آخرها، ولا يجوز له أن يسلم من ركعتين ويعتبر هذا من القصر في السفر، لأنه في هذه الحالة لا ليس له قصر في دخوله مع الإمام المقيم، يجب عليه الإتمام. نعم.